السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا حدث لأول مرة في ملعب نيلسون مانديلا خلال مباراة الخضر ضد غانا. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن لم يبقى إلا أيام قليلة على بداية كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، والتي ستكون في الفترة من 13 من جانفي إلى 4 من فيفري، وستكون مجموعاتها مقسمة على 4 مدن و4 ملاعب بمشاركة 18 فريق. وباتت الجزائر جاهزة من كل النواحي لاستقبال وتنظيم هذا الحدث القاري في أفضل الظروف، وتم تزويد جميع الملاعب التي ستحتضن الشان بأنترنت عالي التدفق لأول مرة في الملاعب الجزائرية. وخلال مجريات اللقاء بين الخضر ضد غانا، قام مناصر بتصوير قوة الانترنت داخل الملعب كما تلاحظون في الفيديو. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص هذه الخطوة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.